فقد قال حسن البنا قديما: لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه، أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. الإخوان المسلمون هم إذا نظرنا إلى المؤسس وإلى من كان حول المؤسس من كانوا من بدايات الإخوان المسلمين لوجدنا أنهم أصحاب بدعة قديمة قد رد عليها وعلى أصحابها وعلى علمائهم، فهم أشاعرة صوفية. ونظرنا من جهة عقيدتهم الخاصة بهم فهم أشاعرة صوفية. فحسن البنا رجل أشعري أثبت في كتابه العقائد الصفات 13، وهي السبع الصفات التي تسمى صفات المعاني، وأثبت الصفات 5 التي تسمى الصفات النفسية، ثم أثبت صفة الوجود. هذه 13 صفة من أثبتها بطريقة الأشاعرة يعتبر أشعري. ثم الصفات الأخرى كالصفات الذاتية، صفة اليدين والعينين والوجه والرجل والقدم، والصفات الفعلية كالاستواء وغيرها، هذه والمجيء، هذه الأشياء والضحك، هذه الأشاعرة لهم فيها مذهبين: إما تأويلها وإلا تفويضها. إما أن يؤولها فيقول مثلا صفة اليدين المراد بها الإنعام، صفة الغضب المراد بها إرادة الانتقام وغير ذلك، صفة الوجه المراد بها التواضع وغير ذلك. وإما أن لا يؤولها ولكن يفوضها، أي لا يثبتها ولكن لا يأتي لها بمعنى. مثلا صفة الوجه يقول: أنا لا أثبت صفة الوجه، ما المقصود بآية ويبقى وجه ربك؟ يقول: لا أعلم، ولكنه لا يثبت. إذن هم اتفقوا على هذه الصفات الأشاعرة لهم فيها وجهين: الأصل عندهم كلهم تعطيلها، والوجه الأول إما تأويلها، والوجه الثاني السكوت عن تأويلها مع الاعتقاد بعدم ثبوتها وأنها لا تثبت لله عز وجل، أي تعطيلها. حتى نبنى بعد أن، لكن الأشعري لا بد أن يثبت الصفات المعاني والصفات النفسية لذلك يدخل الأشعري، ثم بعد ذلك إما أن يؤول وإما أن يفوض. حتى البناء دخل الأشعرية وأثبت الصفات السبع المعاني، صفات المعاني السبع، وصفات النفسية 5، وصفات السلبية 5، قصدي الصفات السلبية 5، والصفة إيش النفسية. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ اختار الطريق الآخر من طريق الأشاعرة، وهو تفويض بقية إيش الصفات، وألصق هذا بمنهج السلف. ولقد رد شيخ ابن تيمية الحموية على من يدعي أن مذهب السلف هو التفويض ردا قويا جدا، مبسوط في مكانه، ليس المجال هنا مجال بسط هذا. فهو الرجل أشعري والرجل صوفي باعترافه هو في ذكرات داعية أنه كان يحضر الحضرة الصوفية وكان يحضر أوراد الصوفية ويحفظ الأذكار الصوفية، وأنه بايع على الطريقة الحصافية الشاذلية، وأنه إلى آخره، وأنه استفاد من كتب الصوفية وذكر أسماء هذه الكتب كالمواهب اللدنية القسطلاني، مختصر المواهب اللدنية القسطلاني وغير ذلك في مذكرات داعية موجود هذا كله. فالرجل صوفي أشعري، والذين تدعوا معه في بداية دعوته كانوا على شاكلته صوفية وأشعرية، لأن حسن البنا اعترف أنه هو وصاحبه أسسوا الجمعية الحصافية، وهذه الجمعية الحصافية كان مسؤولها أحمد عسكري أظن أو السكري، اختلف عليه الأمر الآن أحدهم، وكان النائب حسن البنا. ثم حسن البنا قال في مذكرات داعية أنها تحولت هذه الجمعية إلى الفكرة إلى الشكل الجديد وهو الإخوان المسلمين، والمضمون هو المضمون، أي أنها صوفية. حسن البنا عندما أسس الإخوان المسلمين أبقى قضية العقيدة الأشعرية، فألف رسالة العقائد لجموع الإخوان المسلمين حتى يأخذوا عقيدتهم منها، وهي أشعرية مفوضة.
وألف كتاب الأذكار وغير ذلك والوظيفة والورد وغير ذلك لكي يكون الإخوان المسلمين وردا خاصا بهم كما أن الطرق الأخرى وردا خاصا بهم. ثم فتح المجال للصوفية أن يلتزموا بالطرق التي يريدونها وينضمون الإخوان المسلمين ولهم ما يشاءون من الطرق ينتمون إليها في مقابل الانضمام الإخوان المسلمين والمبايعة والالتزام باللوائح الداخلية للجماعة. فهذه الجماعة صوفية ألف لها في التصوف كتاب مذكرات داعية أثنى على التصوف وأثنى على الحضرة وأثنى على الذكر الجماعي وأثنى على الموالد وأثنى على السماع وأثنى على هذا كله وأثنى على كتب الصوفية في هذا الكتاب ونشره بين أصحابه في آخر عمره مذكرات داعية. وكذلك في رسالة العقائد في رسائل بنا تكلم في قضية الأسماء والصفات. فالرجل قد بين عقيدته وألفها لأصحابه ولجماعته ولفرقته. ثم بعد ذلك هو يعيش في وسط دولة مصر، والدولة عند التي كان يعيش في وسطها كان فيها أحزاب، كان فيها أحزاب متعددة، أحزاب يسارية، أحزاب علمانية، أحزاب اشتراكية، أحزاب قومية، أحزاب متعددة. فأراد أن ينشئ حزبا، أراد هو أن ينشئ حزبا، فأسس حزب الإخوان المسلمين. هذا الحزب أصله أنه يريد أن يجمع الإخوان المسلمين تحت اسم واحد، اسم الإخوان المسلمين. وهذا الاسم لا شك أنه اسم سياسي، اسم سياسي، حيث أنه بهذه الكلمة يستطيع أن يجمع من يخالفه في العقيدة معه، لأنه ربطه بالإسلام العام. واضح ولا؟ بغض النظر عن مفهوم الإسلام إيش الصحيح والالتزام به. والواقع العملي له بين هذا، فقال نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو الأصل الأول من أصول منهج حسن البنا.